لك علوش سبقوني الحصاد هذا المنديل والمنفوش والعقل بيز ولك علوش. خليكم معنا بعد الإعلان هنكون في أمريكا. حب المجنون لوجود اختصاصيين وتجارب خاصة. سيبال بتقدم نصائح للأمهات اللي بيعيشوا التجربة لأول مرة. تابعوا معنا عائلتي. المغتربين العرب دايما على بالنا وفي قلوبنا عشان هما جزء أساسي من برنامج سوبر ستار. وزي ما زرنا أوروبا السنة اللي فاتت، السنة دي لفينا الكرة الأرضية من excuse me sorry can you just help me for one second please من أستراليا لغاية أمريكا. خلينا نشوف اللي حصل في أمريكا. مونتريال كندا. من كندا من موريال. لويزيانا. من نيو جيرسي. جاي من فينيكس اريزونا. سان فرانسيسكو. جاي من شيكاغو. ال اي لوس انجلوس. من سان دييغو. من ديترويت لوس انجلوس كاليفورنيا. اهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل على السريع. طل صباح ولك علوش سبقوني هالحصادي هذا المنديل والمنفوش والعقل بيز ولك علوش فوق فوق يا علوش. وإن جبت منين هالجمال مش معقول عن ضغط عين قلبي مال على طول. ياي سحر عيونه ونظراته أول ما تلاقينا عين بعين. ياي شو مهضومي كلماته تبتني كيف لو كان اتنين. سواح وأنا ماشي سواح وانا ماشي سواح وماشي ليالي سواح ولاقاكم حبيبي سلموني علي لاقاكم حبيبي سلموني علي. ايام الحلوه انسى وريح قلب قولي مطررم قولي اعمل لك ايه قلبي. اخ احبيني 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 يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرى من بعدك انتوا لحالي. طب واحنا بنصور في يونيفرسال ستوديوز بالصدفه اتقابلنا مع شويه من المغتربين العرب بيتفسحوا هنا برضو. اسمك سعيد جابر. وانت اساسا من اني بلد؟ انا اساسا من لبنان. وعايش فين؟ عايش في كندا في البرتا. وجاي مخصوص عشان سوبر ستار؟ ايوه بالظبط. شوف العالم كيف صار حروب ومقاسي وبين النفط وبين النار نزل من قاسي. مش الحال. الاسم صالح صباح. صالح انت اساسا من اي بلد؟ انا من عمان من الاردن. وعايش؟ عايش في فلوريدا. وجيت في مصر عشان تشوف بس؟ يا اكزاكتلي. قد ايه وصلك من صوتك انه هيرجعك للعالم العربي؟ بتمنى انه صوتي يعجب جمهوري وبلدي. ناطرة وصل لي عمر عم برسم صور. مش هتفهم حبيبي. اوكي؟ حاسس فرصتك قد ايه انك ترجع يعني تتأهل للمرحلة الثانية؟ والله يعني ربنا عطينا موهبة الحمد لله، بس بدنا انه ان شاء الله نعجب الجمهور ونعجب لجنة الحكم وان شاء الله الله بيوفقنا يعني، بس اللي هي الاتكال على الله. نمره مثل الأغراب ولا نبقى سوا
ولا نبقى سوا يا مال الهوى غلا. مصطفى بدي اعتذر منك قوي. شكرا حظك. اهلا وسهلا. جاهز لها. في وين؟ في السلام.